بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم فن تصعيب دخول الجنة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لقد فتح بعض الناس باب تصعيب دخول الجنة على عباد الله، وكأن مفاتيح الجنة في جيبه، يدخل من يشاء ويمنع من يشاء، وكأن سكوك الغفران في يده، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فإذا وجد العصاة بشرهم بالنار وأقسم عليهم ألا يدخلوا الجنة، وإذا ذكر له الطائعون شكك في طاعتهم وذكر عيوب أعمالهم، وإذا سمع نصوص الرحمة لم يمرها على ظاهرها وإنما يؤولها، حتى أني سمعت بعضهم يشرح أحاديث تكفير الذنوب كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة وغفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. قال أحدهم معلقا على هذا الحديث، قال: هذا الحديث ليس على ظاهره، ولا تكفر كل الذنوب ولا الكبائر، وهناك شروط في تكفير الذنوب لم تذكر في هذا الحديث، وكأنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر له حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، قال معلقا على هذا الحديث، قال: هذا الحديث ليس على ظاهره، وهناك شروط وفرائض وموانع لا بد من اجتماعها حتى يجرى الحديث على ظاهره. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، قائل هذا الحديث هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بمدلول اللغة، وهو أعلم الناس بمراد ربه عز وجل، وهو أتقى الناس وأخشاهم لمولاه تقدس اسمه. نعم أيها الأعزاء، هكذا تستمر هذه الطائفة في تصعيب دخول الجنة، حتى لا يثق الطائع بطاعته ولا يتوب العاصي من معصيته، فلا يذكرونه لا بالتوبة ولا برحمة أرحم الراحمين. فإن جاء نص في الوعيد أجروه على ظاهره وزادوا عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. انظروا ماذا قالوا في معنى هذا الحديث، قالوا: إن النمام خالد في النار محرم عليه دخول الجنة. وهذا ليس مقصود الحديث أبدا. وإذا أتت بشرى بالمغفرة والرحمة في آية أو حديث، غيروا المعنى وأفسدوا الفرحة بالبشرى. وهذا المسلك الخطير أيها الإخوة في تصعيب دخول الجنة يورث اليأس والقنوط والإحباط عند كثير من الناس، حتى أن بعضهم يقول: ما دام أننا إذا تبنا لا يقبل منا، وأن أعمالنا الصالحة مدخولة بالرياء والسمعة، إذا ما الفائدة من طاعتنا إذا كنا هالكين أصلا؟ نعم أيها الأعزاء، لقد وجدت شبابا محبطا صعب عليهم بعض الوعاظ التوبة ودخول الجنة، فأصبحوا يرددون ويقولون: ما الفائدة من دعائنا من صلاتنا وقد تلوثنا بالخطيئة وتلطخنا بالذنب؟ ووجدنا من أصابه الوسواس من كثرة خوفه، لأنه استمع إلى مواعظ قاتلة وإلى خطب تهديدية حماسية تتوعد العصاة بنار تلظى ولا تفتح لهم باب الأمل ولا الرجاء برحمة الله عز وجل. والسؤال الذي يطرح نفسه أيها الأعزاء: من الذي رشح هذه الطائفة المتعنتة في الدين المتنطعة في الشريعة لتحكم على الناس بدخول الجنة أو الحرمان بدخولها؟ من الذي فوضهم بتفريغ هذه النصوص من محتواها؟ فنصوص الرحمة عندهم لها معنى آخر وغير مراد من ظاهرها، ولها باب باطن تدل عليه نصوص أخرى، ونصوص العذاب والوعيد تجرى على ظاهرها ويزاد عليها ويجمع معها نصوص هي أشد منها. فإذا ذكرتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عند مسلم عن أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال لأبي ذر: بشرني جبريل أنه من مات من أمتك
يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فهو من أهل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرى. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرى. قال أبو ذر في المرة الثالثة: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. نعم أيها الأعزاء، إذا سمعوا هذا الحديث جعلوا له تأويلا يخالف ظاهره. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لماذا لا نكون مع نصوص الكتاب والسنة بين الخوف والرجاء؟ لماذا لا نكون على ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: الفقيه كل الفقيه من لم يؤمن الناس من مكر الله تعالى ولم يقنطهم من رحمة الله. نعم، هذا هو منهج أهل العلم والإيمان، فإن الله تعالى جمع في كتابه بين الخوف منه والرجاء في رحمته، فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.